تمام من الكويت. اتفضلي يا شيم. شيم 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 ايوه شيم حضرتك، ربنا يستورك يا شيم بسرعة. عندي استفسار. يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركة يا بنت، في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصة للرجوع، ركزوا في كلامي كويس. للأسف ما فيش فرصة، وانا وهو مش عايزين نرجع. يحسن. انا دلوقتي مش عايزة اوريه ابنه. بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه، وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. مفيش دعوه بابنه لا من قريب ولا من بعيد، يشوفه وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش هيشفي غالبك يا اختي. اللي كان كان يا اختي، واتجوزتي غلط يا اختي. الواد ملوش ذنب يا اختي. مفيش حاجه اسمها مش عايز اوريله الواد. احنا ما بنتاجرش بالعيال، ما تروحوش النار مجانا. لا اله الا الله يا رب.